يا ابني ما بتسافرش ليه؟ ما بتستكشفش العالم من حواليك ليه؟ حابس نفسك في نفس المدينة ونفس القرية ليه؟ وسع على نفسك، ربنا يوسع عليك. أنا بتكلم الكلمتين دول. السلام عليكم الأول، معاكم محمود من قناة ترو لايف. بخصوص الناس اللي هي قاعدة في نفس البلد، نفس المدينة، في أوكرانيا، في روسيا، في بيلاروسيا، في تركيا، مش عايز يكتشف اللي حواليه، من البيت للشغل، شغل البيت، ومشاوير المشاوير الخاصة بالمدام وخلاص، ما يعرفش حاجة تانية. تقول له طب ما تسافرش ليه؟ ما تتحركش ليه؟ يقول لك لا أصلي اسمه إيه ده؟ معيش فلوس. لا معاك فلوس، أنت بتشتري وبتعمل أوردرات وحاجات ب100 وب200 وب300 دولار وب500 دولار، بتشتري حاجات كتير وعندك حاجات كتير، معاك فلوس ومرتبك كويس أو مش كويس، فيعني إيه؟ معلش حطيت الماسك بقى علشان ايه، لقيت عربيه شرطه معديه هنا بغرامه 900 ليره تقريبا بيقول. المهم فيقول لك مفيش فلوس. لا في فلوس. يقول لك اصل ورايا شغل ما عنديش وقت. لا عندك وقت، اما بيبقى في مشوار خروجه للمدام بتروح، لما يبقى في مشوار للجماعه بتروح، اما تبقى في فسحه مع اصحاب المدام او بنت خالتها او اختها اللي هي بنت خالتها برضه بتروح وعادي تقضي اليوم كله عندهم ومعاهم. طيب ما بتعملش مشوار لنفسك ليه؟ ما بتتقيش ربنا في نفسك ليه؟ ده سؤالي ليك. ليه ما بترفهش عن نفسك؟ مش هقول لك ترفيه، طب اكتشاف من باب العلم علشان ما تبقاش منعزل. انت منعزل، عارفين الموضوع ده بيفكرني بموقفين هحكيهولكم دلوقتي. الموقف الاول لما يبقى واحد حابس نفسه في بيته بقاله مثلا سنتين ثلاثة، وبدا ان هو ايه كاره المجتمع اصلا يعني، فعشان كده انعزل، وبعد ما خرج للمجتمع بعد الثلاث سنين دول بيتكلم كلام الناس تحس ان هو عبيط مجنون. ليه؟ هو قاعد لوحده، ما بيتكلمش غير مع نفسه، ما بيسمعش غير نفسه، فالكلام اللي هو بيقوله لا الزمن ولا الواقع ولا الدنيا تقبله. اللي انت بتقوله ده يعني بتاع واحد منعزل مش موجود معانا، فيجي يكلم الناس، الناس تبص له كده كانه بيقول كلام مش عقلاني مش مفهوم. ده مثال. المثال التاني قصه قديمه. كان واحد مره حداد عايش في قرية الحدادين، فطول النهار والليل عشان هم مشهورين بالحدادة، مش الهوا كتير، عشان هم مشهورين بالحدادة الدنيا ازعاج، شغالين ليل ونهار عشان يخلصوا الواجب اللي عليهم، فعشان يتكلموا بيتكلموا بصوت عالي جدا علشان يسمعوا بعض وسط التخبيط ده، فوسط التخبيط علشان يسمعوا بعض كل واحد لازم يزعق ويشاور ويتنطط. جه بقى اخونا ده نزل المدينه الكبرى العاصمه، فكل ما يتكلم بصوت عالي، فالناس يقولوا له انت مزعج قوي، انت ليه بتتكلم بصوت عالي؟ هم ده مش عالي مش العادي، فهو كده لازم يتكلم بصوت عالي ويتنطط ويعمل حركات، يقولوا له انت مش طبيعي، انت عندك مشكله. هو مش شايف ان هو عنده مشكله، انه عاش سنين كده. فكذلك الشخص اللي بيروح روسيا مثلا واوكرانيا ويقعد في نفس المدينة على طول، يجي يطلع للحياة يتكلم يقولوا له انت غريب، انت مش معانا، انت بتقول كلام بعيد عن الواقع. هو فكره ان كل الناس بتاخد مرتب زيه، او هو مرتبه زي كل الناس، او العكس، فاكر ان هو مرتبه اعلى من اي حد تاني، مش عارف ان في مرتبات مثلا اعلى منه. هو فاكر ان متجوز احسن واحدة في الكوكب، مع ان لا في ناس متجوزين احسن منه، او العكس، فاكر نفسه ان هو متجوز اسوأ واحدة في الكوكب، وان كل الناس كده، ان كل الناس متجوزين ستات مش كويسه في اوكرانيا او روسيا، ويطلع يقول الكلام ده للناس. طبعا مش صح، العزله غلط، انفتح على الناس، اعرف ناس كتير عشان رايك يكون سديد ومبني على حقائق ووقائع وحاجات انت شفتها ولمستها بعينك وسمعتها كتير وجربتها كتير. في نهايه الحلقه شكرا لكم، حفظ الله، السلام عليكم.